عن هذا الموضوع السيد ماجد كيالي الكاتب الصحفي من مدينة بريستول جنوب غرب بريطانيا. سيد كيالي أهلا بك، أبدأ مع الخبر الأول في الديلي ميل بأن بريطانيا يمكن أن تشهد أكبر عدد من الإصابات والوفيات من جيرانها الأوروبيين، ألا يثير هذا التساؤلات عن فاعلية النظام الصحي وفاعلية القرارات التي اتخذت لمواجهة الأزمة؟ طبعا هناك عديد من الملاحظات كما شاهدنا في الوسط المجتمعي في بريطانيا على أداء الحكومة إزاء التعاطي مع أزمة كورونا منذ البدايات. الجميع تحدث عن تأخر في الإجراءات وعن بطء في القرارات التي يفترض أن تتخذها الجهات المختصة في بريطانيا إزاء هذه الأزمة التي اجتاحت العالم كما نعلم. هلأ طبعا هناك استراتيجيتين حتى الآن تعاملت عبرهما الدول المعنية مع هذه الأزمة. هناك الاستراتيجية التي تقول بعزل الناس وب يعني حالة العزل والإغلاق و من كل ما ترتب على تلك الإجراءات، وأيضا الناحية الثانية اللي هي بتقول انه ممكن ان يعني نتخذ الاحتياطات ولكن خلينا نخلي الاوضاع على ما هي عليه، ربما انه المجتمعات او الجسد الانسان يتعاطى مع هذا الفيروس وينتج المناعه التي يحتاجها، باعتبار انه يعني النظريه اللي بتقول انه التوازن بالطبيعه، انه الطبيعه ممكن تخلق تناقضات وممكن انه تولد مناعات معينه بشكل طبيعي، ولكن الازمه ذهبت الى هذا الحد كما شاهدنا في بريطانيا وايطاليا واسبانيا واليوم في تركيا ايضا. طيب سيد ماجد كيالي، ما يتعلق بالخبر الآخر بأن خصوصية وسرية معلومات المرضى يمكن أن لا تمنح أولوية وسط منح الأولوية وسط هذه الأزمة ومنح الأولوية لمعالجة كورونا، أليس هذا مرة أخرى من واجب الدولة أن تحمي الناس مثل ما تحافظ على صحتهم تحافظ على معلوماتهم؟ طبعا هذه الأزمة الحقيقة يعني فتحت جروح كبيرة في علاقة الدولة بمواطنيها، وأيضا فتحت جروح كبيرة بما يتعلق بالتقديمات الاجتماعية. إحنا شهدنا أنه خلال العقود الماضية وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا هناك ما يسمى نوع من الشعبوية أو الليبرالية، يعني البعد الثاني الليبرالية المتوحشة التي تحاول الانقضاض على مختلف التقديمات الاجتماعية أو المكتسبات الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، ضمان الشيخوخة، الضمان الصحي إلى آخره. كان في محاولة للانقضاض على تلك المكتسبات لصالح الشركات الاحتكارية، لشارح الملكيات الخاصة إلى آخره، لكن هذه الأزمة بيّنت أنه لابد من أنه نوع من التعاضد الاجتماعي في بالمجتمعات، وأيضا لابد أن تقوم الدولة بدورها كناظم للحياة الاجتماعية للأمن الاجتماعي. يعني الدولة مش بس فقط مسؤولة إزاء الاعتداءات الخارجية، وإنما هي مسؤولة عن أمن مواطنيها، والأمن هنا بالمفهوم المستدام وبالمفهوم الاجتماعي، الأمن الاجتماعي، الأمن الصحي، أمن التعليم إلى آخره. لكن إحنا شاهدنا أنه يعني عبر سياسة جونسون، عبر سياسة ترامب، قديش كان في محاولة للانقضاض على وتقليص التقديمات الاجتماعية في خاصة الولايات المتحدة وفي بريطانيا. لذلك نحن إذا اليوم إذا أسئلة مفتوحة وإذا محاولة لتصحيح هذا الخلل البنيوي، إن كان بتوزيع الثروة، إن كان في دور الدولة إلى آخره. نعم السيد ماجد كيالي الكاتب الصحفي ضيفنا من بريستول، شكرا جزيلا لك.